نقدر نساعد في التيك توك. صيفطوا لي الهدايا باش نشري ولادي لي كوش، بس ديال التيك توك كلهم غيعرفوني، دخلوا الباج ديالي تعرفوا العائله ديالي. انا عييت عييت. هذا لا هذا لا هذا المواطنة، واش ماشي مغربية؟ وبنتي والدة عندها 4 سنين. هذا شنو المشكل اللي وقع لك؟ السلام عليكم اخوتي المغاربة داخل أرض وطن وخارج أرض وطن. خوتي أنا مواطنة مغربية، مواطنة مغربية، عندي الحق في السكن، الدستور المغربي عاطيني الحق في السكن، وخوتي هاد الناس ديال صحاب لازاز حارميني من السكن أخوتي، وعامين أخوتي باش خارجة من البراكة، وكارين أخوتي بيت في السطح ب 14000 ريال. مرة كارين مقاسة ب 25000 ريال، خوتي حنا راه عيتامة، عدي الله سبحانه وتعالى عيتامة، بوانا الله يرحمو قتلوه، خوتي مني خرجونا وريبو لينا عطاونا الاستفادة، جينا عندهم قالوا لنا غنعطوكم اندماج، قالوا لنا ما عاطينكمش اندماج ما تستحقوش، غتاخدوها 50%، قلنا لهم مرحبا على الراس والعين، تحياتي للقايد وتحياتي للباشا، كنبغي نوجه رسالتي للعميل المحمدية، يتقى فينا وجه الله. راه حنا 10 ديال النفوس اخوتي، و10 وساكنين في بيت، والطواليط حاشاكم خانزه، وراه التقهر تاعي عباد الله، وعطيتهم لاكارت ديالي، وباش يدخلوني، وما دخلونيش، وانا من حقي ندخل ندار على حقي، من حقي ندخل ندار على حقي، وحرموني من استفادة اخوتي المغاربه، والدريات يلا مجوجين، وعطاوهم استفادة، وانا حرموني من استفادة ديالي. علاش انا ماشي مواطنة؟ واش ماشي مغربية؟ وبنتي والدة عندها 4 سنين في البرارك وما عطاونيش استفادة، والناس جاو من ورايا اخوتي المغاربة وخداو، وحيت انا ما عنديش فلوس، حيت انا ما عنديش الفلوس، كون عندي الفلوس كون خديت اندماج، كون عندي الفلوس كون عطاوني استفادة، ما عنديش فلوس، مواطنة عبدة ضعيفة فقيرة ما عندهاش اخوتي المغاربة. واش انا نضل نسعى عباد الله يعاونوني؟ وندن نسعى في شوف تيفي، وندن نسعى في اللايفات في تيك توك، صيفطوا لي الهدايا باش نشري ولادي لي كوش باش نخلص الكراغ، وتقعد اخوتي المغاربه والباشا والقيد وعامل المحمديه ومدير الرصاص، وشوفوا من حالنا راه تقهرت عدله، وراه تقهرت عباد الله، وراه غنتعرى انا هنايا ما عطيتونيش حقي، وغنجيب لي صاص ونحرق راسي. وعييت اخويا وعييت، هلكوني هلكوني، عطيتهم لاكارت ما بغاوش يدخلوني، حيت انا ماشي بنادم، انا ولا ماشي بنادم، انا ماشي بنادم، واش ماشي بنادم اخوتي اللي جا من ورايا كيدخل يهضر على حقه؟ انا عطيتهم لاكارت ما دخلونيش، والله اخويا ماهر عندهم لاكارت ما دخلونيش، راه لاكارت باقا عندهم، قالوا لي لا ما غدخلوش، مشي جيت عندهم داك النار قالوا لي لا ما ندخلوكش انت، لا واش ما ندخلش ندار على حقي؟ وانا كبرت في الكاريان، انا كبرت في الكاريان وعشت في الكاريان، وبنتي عاشت تما، وحقي ما بغاوش يعطوه ليا، وابا ميت ما عنديش اللي يصرف عليا انا بعدا، ونضل عنسع، ويا ربي عاوني. علاش ما بغاوش يعطوك استفاده؟ شنو كيقولوا لك؟ خويا استفاده، استفاده كيعطوها صحاب فلوس، عندك فلوس تاخذ استفاده، ما عندكش ما غتاخذ والو. هادي شحال من وحده قالت لي، قالت لي انا دورت مع فلان وفلان وعطوني استفاده، دورت مع فلان وفلان وعطوني استفاده، انا ما عنديش اخوتي، ما عندي باش نوكل ولادي، وكنجوع في كرشي باش نوكل بنتي، بنتي دابا عندها 4 شهور، كنجوع في كرشي باش نشري لها الحليب، راه الناس كامله كتعرفني في السوشيال ميديا، الناس ديال تيك توك كلهم غيعرفوني، دخلوا الباج ديالي تعرفوا العائله ديالي. انا عييت، وراه عييت اخويا، نمشي نبيع لحمي، نمشي نفسد حتى انا. سميتي حنان ام لينا ودينا. كنت كنطلبها اخويا، كنطلبها في تيك توك، قسما بالله الناس كيعاونوني في تيك توك، والناس هما غيعيدوا، انا ما غنعيطش، ما عنديش باش نشري ولادي العيد، وما عندي باش نكري، ولا تقهرت اخوتي، ما حالنا ما بغاو يعطيو لينا، ما حالنا ما بغاو يشوفوا فينا، ما عنديش فلوس، ولا حيت انا فقيره ما عنديش، وعدي الله سبحانه وتعالى، وكاين موت وحده، كاين الله الوطن الملك. وعاش الملك اخوتي، انا بغيت على حقي، انا رسالتي كنوجهها للمدير ديال لازاس، لك شي كتشوف فيا، ثقة فينا وجه الله، راه خوتي واخوتي المغاربه، خوتي كيباتوا في الزنقه، واخويا الصغير كيباتوا في الزنقه، وكنقسم لكم فمي بالله اللي خلق الدنيا والدين، خويا كيبات في الزنقه، اقسم لك بالله خويا ماهر، اخويا كيبات في الزنقه، كيسرح النعاش عند واحد السيد وكيبات عنده، راه نجيبك حتى تجي تشوف البيت اللي كارينه، وكارين بيت، بيت كارينه ب 14000 ريال وما ودو 17، خويا كنطلب في تيك توك، كنطلب في تيك توك، نطلب على الناس ونبكي عليهم عاونوني الهدايا، صيفطوا ليا، الله يرحم بها الوالد، اعي
ثلاثة أخوي، وأنت قهرت، وأمي مريضة، عندي خوتي صغار، عندي بنتي، واش نشري الحليب؟ واش نخلص الكراق؟ واش نخلص الماء والضو؟ قهرونا أخوي. إحنا مجموع بينا كاينين ربعة البنات، الوالدة ديالي أنا هي الخامسة، أمي السادسة، إحنا عشرة بمجموع بينا كامل. أخويا كنطلب أنا، واخا الطلبة كتكفيك؟ كنطلب، كنبيع نمشي نبيع الشوكولات في القهاوي، ندور في القهاوي نبيع الشوكولات، وأشوف يا سعادة الأمير راني كنتكرفس، وسعادة الباشا حن فينا عباد الله، وأنا جاو من ورانا خويا وخداو اندماج وحنا ما خديناش، وكنقسم لكم فمي بالله، تجي من وحدين خداو اندماج حنا ما خديناش، والله خويا ما خدينا حنا اندماج، جاو الناس من ورانا خداو اندماج وحنا لا. وخويا دابا عامين وحنا مشردين، عامين قالوا غنعطيكم ديماج ما عطاوش لينا، الناس جاو من ورانا خداو ديماج. شنو كيقول باش كتسولوا مع جماعه فاتوهم؟ باش كيرد الرد ديالهم الدوسي ديالك عند اللجنه، دائما عامين وما كيقول لنا الدوسي ديالكم عند اللجنه. الناس اللي كانوا معاك استافدوا استافدوا، راهم بناو سكنوا وحنا بقينا كنتجزروا في الكرا، راه ما عندنا حتى شي واحد عباد الله، راه تقهرت انا، راه تقهرت في السعاية وتقهرت اخوتي المغاربة، عنوا فينا راني عييت وتقهرت، راني اللي كعدوا الفلوس، هو كيقولوا لي سيدي وخالي ومرحبا بك، وما عندكش سير لا يقلب، سير الله يغرق لك الشقف بهذا المصطلح هذا، ما كيحنوش في الدرويش. الدرويش ليه الله، وعندك الفلوس يديروا عليك عاهوك، وما عندكش يعفسوا عليك، وعلاش انا؟ وانا راه في بلادي، وفي بلادي وبلادي نعطيها دمي، وعلاش بلادي ما كترحمنيش يا عباد الله؟ وانا راه مسالمه، راه باغا نعيش اخوتي المغاربه، وحنا فوق القانون، القانون فوق منا، والله ينصر سيدنا، انا بغيت غير حقي، وما بغيت والو. بغيت حقي. الباشا داروا معك كل قادوا معك الامور، كل شيء قاد معك الامور. ما كنقول لهم باغا ندخل عاد القايد، دابا عطيتهم لاكارت، قلت لهم ندخل عاد القايد، خداو لاكارت ديالي، ما بغاوش يعيطوا لي. ها انت هي لازاس خواتها، حتى شي واحد اخويا ما كيبان لك هنايا، كلهم دخلوهم الا انا امي وخوتي ما دخلوناش. علاش؟ الله اعلم هاد الناس اش باغيين يديروا، الله اعلم. راه بقيت حاجه وحده ندير شي كارثه في راسي، وديروا معايا شي حل الله يرحم بها الوالدين. وعلى وجه هاد الملائكه، هاي يا عباد الله، راه هاد الملائكه راه ما لقيت باش نشري لها الكوش والحليب، واش نخلص الكراق، ونمشي نبيع لحمي، واش نمشي نفسد انا بحال الدريات. راه على هاد السبب اخوتي علاش كيخرجوا الدريات للدعاره، ما كيرحموهمش وما كيرحموناش اخوتي، ما كيرحموناش المجتمع، ولا يرحم مجتمع، لا يرحم. وعلاش؟ علاش هادو بحالنا بحالهم؟ علاش هادو بحالنا بحالهم؟ علاش ما يعطونيش حقي؟ وبغيت حقي يا عباد الله، ولا غندير شي كارثه في راسي. راه عييت وتحقرت اخويا، وماشي تحقرت، وراه مرضوني، وراه وليت كنشرب الدوايات ديال العصاب اخويا، وعامين وحنا في الزناقي، ولدرجه اخويا ما كنلقاو ما ناكلو باش نخلصو من الكراق، ما كنلقى ما ناكل انا لا امي لا خوتي، وكنجوع في كرشي. ولا كذبت عليك اخويا، بغيت ربي يطيرني. يا البارح اخويا ما مغدي انا معشيا، وكنقسم لك فمي بالله، وكرشي حرام عليا. يا البارح ما مغدي انا معشيا، والخبز واتاي الصيك، والخبز واتاي، ولا كنتوما نتوما المسؤولين كتاكلوا، ولا راه ما كناكلش انا ولادي، ورا عييت. ديروا معانا شي حل الله يرحم بها الوالدين، راه تقهرت عباد الله. وانا رسالتي كنوجهها لسيدنا، سيدنا شوف من حالنا هاد المسؤولين، راه تقهرنا. عاش الملك، وكاين الله الوطن الملك، استفادة عطينا الملك، استفادة ملكية عطانا سيدنا. الناس اخويا كيضحكوا علينا، الناس اخويا تعداو علينا، الله يشوف من حالنا، راه تقهرنا، راه تقهرت اخويا، تقهرت اخويا، ما نكذبش عليك. وهذا لا اخويا، وهذا لا اخويا، عييت اخويا، عييت هذا لا اخويا، هذا لا.